على رئيس المنظمات جمعية إنسان بلا حدود. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا نتسنتش الحيش. نحاول غادي نهضر بالعربية. وفي كاس الخاطر ياك. جمعية إنسان بلا حدود جينا عندكم هنا شراكة مع الرابطة الدولية الإعلامية للمسلمين المغربية. الدولية المغربية جينا عندكم هنايا باش نتضامنوا معكم في إطار تضامني وكنشكركم على الاستقبال اللي استقبلتونا هنايا وإن شاء الله تكون بداية العديد من المرات إن شاء الله غير هو اللي خاصنا نتفاهموا عليه كمغاربة كاملين. أنا مغربي أنت مغربي أنا مغربي خاصنا نخدموا بلادنا باش نخدموا بلادنا ندير اللي عليك ندير اللي عليا ما نتسناش نتواكل على شي واحد اخر لا عندي حقي تمشي ناخذو نطلبو عندي المسائل ديالي هادشي اللي كيفاش نزيدو القدام باش نزيدو القدام ان شاء الله ان شاء الله عليكم.